في غير الصعيد الطبي بقى، ودي حاجة مهمة خالص. لما تبقى سايق العربية بتاعتك ورايح مشوار، فبعد إذنك ما تركنش تحت لافتات، ما تركنش تحت أعمدة إلى آخره، يعني ما تروحش تقف تحت عمود النور، ما تروحش تقف تحت لافتة إعلانات. الأعمدة دي متثبتة زي الفل، واللافتات متثبتة زي الفلين، بس دايما يقولك الوقاية خير من العلاج. احنا مش عارفين قوة وسرعة الرياح تصل إلى أي مدى، يحصل حاجة محتاجة إلى آخره. لو لمبة واحدة بس وقعت على العربية ولا وقعت بعد الشر على حضرتك هتبقى مشكلة، فما فيش داعي. يعني اركن دايما في مكان آمن، ما يفضلش تركن تحت الشجر، خلقة ربنا، يطلع بقى فرع يابس، فرع ناشف، هوب يروح نازل، تحصل مشكلة كبيرة. فخد بالك، خدوا بالكوا، ودي حاجة مهمة. بالعودة مرة تانية للصحة وعلى مسألة التطوير المستمر في مؤسساتنا الصحية والعلاجية المختلفة، عندنا معهد عظيم اسمه معهد ناصر، وله تاريخ بالمناسبة. ومعهد ناصر ده واحد من أرفع وأكبر المعاهد الصحية والعلاجية اللي موجودة في مصر، وأظن كلنا حافظين اسمه، وأظن كلنا دايما لنا قريب أو جار أو صديق أو حبيب أو بعيد، أيا كان، أكيد لسبب أو لآخر راح معهد ناصر وتلقى خدمة علاجية عظيمة ورائعة. وبسبب كفاءة وبسبب جودة الخدمة التي تقدم في معهد ناصر، الناس بتتهافت طول الوقت على انها تروح. يعني يقول لك ايه، يعني ما تشوفليش واسطة في معهد ناصر، انا عايزه، لانه طوابير. ده كان بيستلزم انه يتم رفع كفاءة هذه المنشأة الصحية رفيعة المستوى، وبالفعل يتعمل لها رفع كفاءة تصل الى 500 مليار. والله العظيم. أعمال التطوير بقى بتتضمن إيه عشان تعرف النص مليار دول راحوا في إيه؟ رفع كفاءة المبنى الرئيسي واللي مكون، ودي صور بالمناسبة من داخل هذا المعهد، مستشفى قطاع خاص 19 نجمة حقيقي، يعني مكون من 8 طوابق بيضم الغرف الداخلية وغرف الرعاية المركزة وقسم للنساء والولادة ووحدة زراعة الكبد، وحدة ضمور العضلات الشوكي، وحدة زرع النخاع، وحدة صحة المرأة، جراحة القلب، رعايات اليوم الواحد. انت متصور؟ طبعا ده بخلاف تطوير، بص المنظر والنبي، حقيقي انا عايزك تتفرج. اوضة في اوتيل، ده معهد ناصر ملك الدولة بفلوس وبإيدين المصريين والخدمة المصريين. هل أنت تصدق إن ده موجود عندنا في مصر؟ دلوقتي أنا بقول لك صدق بالقوي. بص الأوضة والتجالي، والله العظيم حاجات، أنا عايز أعمل الجو ده في بيتنا في يوم من الأيام لما ربنا يرزقنا بقرشين كويسين كده، عايزين نزود المرتب عشان نعرف نعمل الديكورات دي. حاجة حلوة، وبالمناسبة مهم انه دايما المنشأة الصحية تبقى حلوة، تبقى شيك، تبقى مريحة للنفس وللأعصاب. انت مش بداخل، البني آدم ما بيخشش يعمل عملية ويروح، البني آدم عاوز يخش وهو مطمن ومستريح ومبسوط، عاوز بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يقوم بألف صحة وسلامة من المسألة العلاجية اللي بيتلقاها. فمثلا في مستشفى زي معهد ناصر والكام يوم اللي قاعدهم يبقى قاعدهم وهو مستريح، وبعدين يروح بيته سالما غانما بألف صحة وسلامة. ده اللي المفروض طول الوقت يجرى. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، أيوة، تاني بفلوس وبإيدين وملك المصريين وفي خدمة المصريين، معهد ناصر اللي دايما فاتح أبوابه للناس. معانا على التليفون دكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر. أهلا 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 يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور. تحياتي لسيادتك. ده احنا لتحياتنا ليك ومشاهدي التلفزيون المصري، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا أولا يعني تسمح لي أوجه لك الشكر على الكلام الجميل اللي أنت قلته. شكر مين؟ ده احنا اللي نشكرك ونشكر كل الفريق اللي موجود في المعهد، والله العظيم من قلبي. ده واجبنا يا فندم، ده واجبنا، وإحنا بنحاول نقدم خدمة طبية بمعايير فعلا عالمية، وده واضح في كل التفاصيل، سواء إذا كانت المعروضة على الشاشة أو حتى في الناس. يعني
احنا دايما حتى كنا نكلم حضرتك يا دكتور ونقول لك بعد اذنك ده عايزين كذا والنبي، وعمرك ما تاخرت ولا عمر الفريق بالكامل في معهد نصر ما تاخر. المعهد دايما فاتح دراعاته للناس. المعهد هو يعني حصن الطب في مصر دي حقيقة. صحيح. واللي حضرتك بتشوفه ده اللي احنا الساده المرشدين بيشوفوه على الشاشه ده الجناح الاقامه لمرضى جراحه القلب العاديين اللي بيدخل بتامين صحي او نفع الدوله. يعني تامين صحي؟ حاجه مميزه ولا فندقه ولا اي حاجه. يعني ده بتاع التامين الصحي؟ لا ده المريض العادي. انا فاهم ايوه يعني مريض عادي داخل يتعالج وربنا يقومه بالسلامه هيقعد في المكان ده. هيقعد في المكان ده ولسه في تشطيبات ثانيه، واحنا يعني في خلال شهر هيكون المكان ده ان شاء الله خلص وافتتح للاستخدام للمرضى يعني. الله ربي. طيب قول لنا اكتر على حجم التطوير اللي حصل في المعهد، يعني اي مواطن هيجي يقول نص مليار اتصرفوا في ايه؟ حقه، واحنا دايما عندنا الاجابه. الحقيقه في خلال السنه اللي فاتت دي في التوجيه الدايم والدعم المتواصل من قياده السياسيه لتطوير المنظومه الصحيه للمواطن المصري وتقديم افضل خدمه صحيه، احنا بقالنا سنه في كميه مشروعات تطوير ورفع كفاءه في معهد ناصر. يعني على سبيل المثال الجناح الكويتي جراحه قلب ده جناح الاقامه 25 سرير رعايه، رعايه اطفال جديده 11 سرير بالاضافه للموجوده، رعايه قلب 11 سرير، جناح اقامه لعمليات اليوم الواحد ده بيضيف لي 105 سرير تقريبا على الطاقه الاستيعابيه بتاعه المستشفى. يعني انا زودت هذا العدد على الطاقه اللي كانت موجوده اصلا، اللي كانت موجوده بالفعل ما شاء الله. مشروع تطوير محطه الكهرباء، لان المشروعات الانشائيه اللي بتتعمل دي محتاجه جهد عالي وكهرباء زياده، لان المعهد من وقت انشائه ما تمش فيه الانشاءات اللي بتتم في السنه الاخيره دي. محطه تكييف مركزي، لان انا لازم اوفر جو صحي طبعا للمريض وللطاقم الطبي. محطه غازات جديده، انشاء نظام انذار حريق متكامل ما كانش موجود قبل كده. مدخل المستشفى بيتم تطويره، منطقه الاستعلامات بنعمل تطوير لقاعه مؤتمرات يعني في غايه الروعه. ما شاء الله ما شاء الله. دي يعني دي بتسع 270 كرسي بالاضافه لقاعات ملحقه ليها ومجهزه باحدث التكنولوجيا والمعدات التكنولوجيه، ان انا ممكن انقل العمليات اللي بتتم في غرف العمليات على الشاشه الديجيتال اللي على الستيج بتاعتها. ده حضرتك عارف ان معهد ناصر يعني مشهور بان هو بيستقدم خبراء اجانب وبيعمل مؤتمرات علميه، فدي هتسري العمليه التعليميه بالنسبه للطاقم الطبي للعاملين في معهد ناصر والبقيه الاطباء في جمهوريه مصر العربيه كلها. معهد ناصر دايما شيء مشرف. طب دكتور محمود، كم مواطن يعني بيتردد على معهد ناصر سنويا او شهريا؟ يعني حتى كده هتصححني بقى. طيب يعني لو قلت لك مبلغ يعني عدد هيخضك شويه. هتخضر عارف. انا بيتردد على معهد ناصر حوالي 2 مليون و113 الف مواطن سنويا بيتلقى خدمه طبيه في معهد ناصر. 2 مليون و113 الف ده الرقم الوحيد اللي انا مش قادر اقول ما شاء الله اللهم بقى، لان انا نفسي العدد يقل جدا جدا علشان خاطر الناس تبقى صحتها حلوه، بس انا فعلا ما كنتش متصور. انا قلت هتقول لي مثلا 700 الف، لما قلت لك هتتخض قلت 700 الف، مليون، 2 مليون 113 الف مواطن معهد ناصر بس. بنعمل حوالي 20 الف جراحه متقدمه ودقيقه. ايه ده؟ بيتردد على مركز الاورام 120 الف مريض سنويا. يا رب يشفي الجميع وعافيه. ربنا يشفي الجميع. يعني الطوارئ بيتردد عندي 50 فوق ال 50 الف مريض في السنه. عيادات خارجيه بنوصل لنص مليون سنة. يعني اعداد ضخمه. مع الوضع في اعتبار يا استاذ يوسف ان معظم المرضى المتردّدين على معهد ناصر بينشدوا خدمه طبيه متقدمه طبعا، زي جراحه القلب المفتوح، اورام المخ، زرع النخاع، زرع الكبد، زرع الكلى،
جراحات المفاصل، جراحات الاورام، الاساطر القلبيه، الاساطر المخيه، اللي هي الخدمات الطبيه اللي مش متوفره في مكان تاني. اللي هي شديده الصعوبه، شديده شديد الدقه. شديده الصعوبه والتقدم. طبعا طبعا طبعا. دكتور محمود، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيستمر معهد ناصر في تقديم خدماته الصحيه لعموم المصريين من ال 27 محافظه بكل دقه، بكل تقدم، بكل رقي. ومرة تانية ألف شكر ليك يا دكتور، وألف شكر لكل الطاقم الطبي الموجود من دكاترة لتمريض لعمال بيشتغلوا علشان خاطر نقدر ندخل هذا المعهد ونتلقى هذه الخدمة، وإحنا بإذن الله نبقى سعداء منها وإحنا خارجين من هذا المكان على منازلنا، على رجلينا زي ما بيتقال.